انطلقت أولى حلقات الموسم الثالث من برنامج الواقع بيبان، والمنتج من قبل شركة مشاريع الأمل الذراع الاستثماري لصندوق الأمل بعد تحقيقه نجاحا متتاليا في مواسم سابقة. برنامج الواقع بيبان يتيح في موسمه الثالث ل 41 شركة من مختلف مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصة تقديم مشاريعهم أمام لجنة من المستثمرين الإقليميين بهدف الحصول على تمويل واستثمارات مقابل حصص في شركاتهم وتسريع نمو أعمالهم. برنامج بيبان ينطلق في موسمه الثالث بعد نجاح باهر للموسمين السابقين، ما جعله المنصة الاستثمارية الأولى المشتركة بين القطاعين العام والخاص في الإقليم. طبعا مثل ما تشوفون كلنا متشوقين لهذا البرنامج وهذه الفعالية، الكل يشيد بإنجاز الشباب البحريني للأمانة. وطبعا الجميل اللي في هذا الموضوع، الجميل في هذه النسخة، إن التعاون كان بيننا وبين الإمارات، بين قطر، بين السعودية وبين عمان. فاليوم احنا نشوف في البرنامج نشوف شبابنا من دول مجلس التعاون ككل. اليوم نحتفل بالنجاح المستمر لهذا البرنامج في موسم الثالث، نشوف التطور الكبير اللي تحقق في كل موسم عن الثاني. اليوم تحول من برنامج بحريني إلى برنامج خليجي، تحول إلى منصة استثمارية خليجية تعتبر الأولى من نوعها، تضع رواد الأعمال وتصنع من أفكارهم فرص حقيقية تنمي الاقتصاد الوطني. بهذه المناسبة الحقيقة نشكر سيد سمو الشيخ ناصر على دعمه لهذا البرنامج، والحقيقة أيضا أشكر الأخ أيمن المؤيد رئيس مجلس إدارة صندوق الأمل على يعني رعايتهم حق هذا البرنامج ودعمهم له والمستوى اللي وصل له. ولا شك أن هذا البرنامج أصبح مادة ممتعة تعرض على تلفزيون البحرين وتقوي المحتوى اللي قدمه تلفزيون البحرين. سعيدين بأيضا المواهب الإعلامية اللي صنعت هذا المحتوى البحرينية الحقيقة اللي نفتخر فيها. برنامج بيبان تمكن في أول موسم له من التميز على شاشات التلفاز والمنصات الرقمية والتفرد كبرنامج واقعي يسهم في ربط الرواد مع المستثمرين الاستراتيجيين لفتح أبواب أسواق جديدة وتقديم الخبرات والمعرفة، ويسعى ليكون حافزاً للأفراد المشاركة في مجال ريادة الأعمال نحو تحقيق المزيد من النجاحات. ابتدينا الموسم الأول وكان تركيزنا بس على البحرين، توسعنا الموسم الثاني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم احنا وصلنا جميع دول الخليج. فنعتبر بيبان منصة استثمارية ساعدت أكثر من 100 رائد عمل وشركة إنهم يحصلون على الاستثمارات والفرص الاستراتيجية. هاي بالنسبة لنا يعتبر نجاح بحد ذاته، الحمد لله رب العالمين. هاي نعتبره فخر إن ابتدى من مملكة البحرين، واليوم يعتبر بيبان منصة استثمارية ليست بس قاعد تركز على البحرين ولكن منصة استثمارية إقليمية. تدريب دقيق لستين رائد أعمال استمر لمدة 350 ساعة، ساهم في تجهيز وتأهيل الرواد لتقديم أفضل أداء خلال مشاركتهم في البرنامج. طبعاً احنا فخورين وسعيدين جداً كوننا جزء من الموسم الثالث لبرنامج بيبان اللي يقع تحت مظلة هوب فند. سعيدين ان احنا وصلنا للمرحله النهائيه وتاهلنا للمرحله الاخيره من بعد تدريبات كثيفه في المخيم اللي تم خلاله تدريبنا على العديد من الاشياء المختصه بتطوير الاعمال، مسرعات الاعمال، فهم الاليه الصحيحه للتوسع خارج مملكة البحرين مو بس داخل المملكة. كانت فترة نفس ما نقول ان هي كانت فترة تأهيلية وتدريبية منظمة بطريقة تخدم في صالح صاحب الأعمال. حاجز الاستثمارات التي تم جمعها في المواسم السابقة تجاوز 60 مليون دولار أمريكي، ما يعكس نجاح برنامج بيبان في جذب الاستثمارات ودعم الشركات الناشئة وتوفير فرص تمويلية واستثمارية استراتيجية تهدف إلى تعزيز بيئة داعمة للريادة وتمكين المشاريع الناشئة في المنطقة. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.